أهلا بكم. صوت مجلس النواب التونسي على تعديلات كان قد أقرها على قانون إنشاء المحكمة الدستورية في قراءة ثانية بعد أن أعاده رئيس الجمهورية للمجلس. التصويت لصالح التعديلات جاء معززا ب 141 صوتا في وقت يحتاج المجلس إلى 131 صوتا لتمريره. البرلمان التونسي يصوت على التعديلات التي أقرها سابقا على قانون المحكمة الدستورية بالأغلبية. 141 صوتا لصالح التعديلات السابقة التي رفض الرئيس إقرارها. يقول المصوتون إن نتيجة التصويت هي رسالة لتأكيد تماسك الائتلاف الحاكم ودعوة للرئيس إلى الالتزام بنص الدستور. هي تكون رسالة قوية للمجتمع الأممي اللي قاعد يتابع في الشأن التونسي، ولأصدقائنا وشقائنا الدول القريبة والصديقة والشقيقة اللي تحب تعرف الوضع وتأمن بالانتقال الديمقراطي في تونس. في الجانب الآخر، لا يرى المقربون من الرئيس أن تمرير قانون إنشاء المحكمة الدستورية سينهي الأزمة السياسية في البلاد، فإنشاء المحكمة الدستورية بنظرهم ليس الأزمة كلها، وإنما أحد فروعها. وفي حال إقرار قانون المحكمة فستنتقل الأزمة إلى المحكمة ذاتها. اليوم الأزمة عامة، أعم وأهم من المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية أحد عناوين الأزمة وليست هي الأزمة. ثم دفع في اتجاه نقل الأزمة إلى المحكمة الدستورية، يعني إلى المحكمة الدستورية حتى لو كتب لها الله أن توجد في أقرب وقت. أعتقد أن الأزمة السياسية الملقى بظلالها اليوم على البلاد ستنقل المحكمة الدستورية. هنالك دفع نحو تأزيم الأوضاع. دستوريا أصبح الرئيس مجبرا على التوقيع على القانون وإصداره في المجلة الرسمية خلال 4 أيام من تاريخ التصويت عليه في القراءة الثانية بالبرلمان. لكن بحسب المتابعين هنا، فإن تمسك الرئيس برأيه أن مسار تركيز المحكمة قد انتهى سيفتح الباب على أزمة جديدة بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان. أعاد البرلمان قانون المحكمة الدستورية إلى الرئيس معززا بأغلبية فاقت 3/5 الأصوات التي يفرضها الدستور، لكن ذلك بحسب المتابعين هنا قد لا يكون كافيا لإقناع الرئيس بالتوقيع عليه في ظل رفضه أساسا مسار تشكيل المحكمة. علي القاسمي، العربي، تونس. ينضم إلينا من تونس مهدي مبروك، وزير الثقافة التونسي السابق ومدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس. أهلا وسهلا بك معنا في العربي سيد مبروك. الآن، ما هي الخيارات المطروحة على الطاولة؟ ما الخيارات المتبقية بيد الرئيس قيس سعيد بعد أن صوت البرلمان للمرة الثانية على التعديلات التي كان قد أقرها سابقا؟ نعم، بعد تصويت البرلمان بأغلبية معززة، يعني كما ذكرتم ب 141 صوتا على إرساء المحكمة الدستورية، لم يعد أمام السيد الرئيس قيس سعيد إلا تقريبا خيار. الخيار الأول هو أن يمضي على هذا القانون، وبالتالي يذهب مجلس نواب الشعب في الانتخابات، يعني تباعا ودون أن وفك الارتباط بين المؤسسات الثلاث. البرلمان سينتخب والمجلس الأعلى القضاء سينتخب ورئاسة الجمهورية ستنتخب لكل حصته. ولكن في اعتقادي الأمر لن يكون بهذه السهولة المتوقعة، والأرجح في تقدير أن يذهب الرئيس إلى الخيار الثاني استنادا إلى الرسالة المطولة التي بعث بها ويبرر فيها رفضه، تبرير قانوني وتبرير سياسي. ولكن في اعتقادي أن التبرير السياسي هو الذي طغى على رسالة السيد رئيس الجمهورية حينما رفض في المرة الأولى، وهو أن لا يمضي أصلا متمسكا بقراءته للدستور ومتمسكا أيضا بتأويله لهذا التأخر الذي طال المحكمة الدستورية لأكثر من 5 سنوات كما يقول. حينئذ كل المؤشرات، والعارف بشخصية السيد رئيس الجمهورية والعارف بفكره وأصوله النظرية التي يمتح منها، فإنه لن يمضي، وبالتالي نحن قادمون على مرحلة أخرى من تأزيم الوضع السياسي. كيف تبدو هذه المرحلة في حال نعم. فعلا ذهب كما تقول سيد مبروك باتجاه الخيار الثاني؟ ما هي الخيارات إذن المطروحة أمام البرلمان الآن للتصرف مع ذلك؟
أنا في اعتقادي الرسالة كانت بليغة، لأن هناك من راهن على شق الحزام السياسي للمساند لحكومة السيد المشيشي، وهناك أيضا من راهن في الأيام الأخيرة على انفضاض جل الداعمين للمحكمة الدستورية يعني حتى من داخل، ولكن يبدو أن التصويت بنسبة فاقت ما هو متوقع يعني بعشر أصوات، وربما هذه رسالة وجهت إلى بدرجة أولى إلى السيد الرئيس وإلى الأحزاب التي يعتمد عليها وأساسا حركة الشعب والتيار الديمقراطي. حينئذ أمام هذا الوضع فإننا على الأرجح أننا ذاهبون إلى مرحلة استنزاف سياسي بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من جهة زائد رئاسة البرلمان، والأزمة كما قلت مفتوحة. ربما من سينقذ تونس من أن تذهب المعركة إلى طحن العظام وسحقها في وضع اقتصادي، الآن الحكومة تفاوض صندوق النقد الدولي، والآن الحكومة تصارع الوباء في موجة عاتية لم تقدر عليها المنظومة الصحية. الأرجح أن نذهب ربما إلى الحوار الوطني تحت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، وأعتقد أن رسالة الاتحاد في الاحتفاء باليوم الوطني اليوم العالمي للشغل يوم 1 مايو كانت واضحة وربما أحرجت الرئيس على أساس أن كل الحلول الدستورية والسياسية لا يمكن إلا أن تكون داخل الحوار. إذا ما ذهبنا إلى الحوار هذا ربما ستكون هدنة، ولكن لن ينهي الصراع السياسي المحتدم. شكرا جزيلا لك سيد مهدي مبروك، وزير الثقافة التونسي السابق ومدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس.